رسول يمكن من كربلاء رسول من كربلاء. اي يقول نعم. بيع ما يستلمه الفل. اي لا لا مو خليني ارجع له. نعم. يقول يبيع الفلاح ما يستلمه من الدولة، وأيضا قال ماكو رقابة على الفلاح وعلى هذا. ما رسول ما أعرف أنت يمكن مو عراقي أو مو عايش بالعراق. لا هو رسول مو يعني دا يتكلم لأن هو مواطن. لو أنت لو أنت لو أنت لا 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 اسمحي لي، المواطن ماكو مواطن عراقي اليوم ما يعرف معاناة الفلاح. ما ابن هسه ابن بغداد، ابن منصور، ابن الكرادة، ابن زيونة، روح اسأليه قولي شنو معاناة الفلاح. والله بالاول ابتدائي يحكي شو معناه الفلاح شذي، بس ما يجي لي الاخ هنا يحكي حكي والله انا ما اعرف هذا، ما اعرف هذا المن تابعه ومن هو يحاسب الفلاح. يقول ما علي رقابه، انت ايش منطي الفلاح بابا؟ انت ايش منطي؟ وين هاي هذا الكلام الكذب الزور اللي يعني قبل كان عندهم مودب يحكوا دائما خليه ان الفلاح من ياخذ السلفه لو يتزوج بها لو ياخذ مره، وكأن الفلاح عايش في غابات الهنود الحمر مو من العالم ولا يعرف شنو اللي يصير. هذا هسه يدي يقول لي والله يبيع، وين هي؟ بروح ابوك شي يبيع. انا اذا اسالك بالله عليك، بالله عليك بكلامك هذا اللي قلته يبيع الخمس كيلوات اللي انطوتها الدوله مال الداب، خمس كيلوات عشان تكفي. تعرف حضرتك اليوم النصف فلاحنا ما مستلمين اليوريا، واحنا باقي لنا 15 20 يوم ونحصد بالجنوب. انت هاي وين هاي تحكي هيجي وماكو جهه راديه على الفلاح؟ بالله عليك لو ضميرك يأنبك ما كلمت هذا الكلام، كان حكيت وقلت قلت وين الرادع اللي 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 حاسب اللي قتل الزراعه بالعراق؟ هيجي كلام للعراق الوطني الشريف هذا يكون كلام. على كل هذا ما يخص الاخ اللي حكى من كربلاء. رسول 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. العفو، بس ريت اسال رئيس جمعيه الفلاحين. تفضل الاخ. بس ريت اسال يعني صحيح الفلاح يستلم حصه مثلا الاعلاف او مثلا البذور او كيمياوي، هاي اللي ما سوى مو اقتصاد ما اعرف يعني مثلا هاي شغلات اللي استلمها من وزاره الزراعه. انا سامع هواي بانه دا ينباع يعني الفلاح يستلمها منا ومنا يبيعها سعر ثاني بدل ما يزرع بدل ما يستفاد. طيب وثاني شيء اكو مثلا هسه ازمه مال الزيت، الزيت هو عباد الشمس او الاذره، يعني هاي شغلات بسيطه يعني حتى اتصور بانه ما يحتاج مثلا سقي يعني ما يحتاج كثرة زين، ومناطق مثلا حارة بشكل يعني أجوانه بالعراق ينزرع أكثر شيء يعني. وثاني شيء مثلا الفلاح هو بدل يعني هم أكو عليه رقابة يعني وزارة الزراعة بقد ما تطي قاعد تحصد من يعني هم تاخذ من الفلاح تحاسب الفلاح مثلا حسب الدونة من مثلا يم يطي بذور او كيمياوي. طيب راح يجاوبنا عليها. تمام راح يجاوبنا عليها للفلاح. نعم. في المقابل الفلاح دا يتحاسب على هذا الشيء، بس هذا السؤال بتسأل الأخ. تمام اشكرك رسول.